خسر كأس الأمم الإفريقية ومكانه بين مدافعي أوروبا. أزمة كبرى يعيشها النجم المغربي نايف أكرد، والذي بات على وشك الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز. وكلمة السر المنتخب المغربي. على مدار الفترة الماضية عاش نجوم المنتخب المغربي ظروفاً صعبة بعد الفشل الكبير في النسخة الماضية من كأس الأمم الإفريقية، والذي ترك كلاً منهم يواجه خيباته محاولاً مداواتها بهذه البطولة. أحد هؤلاء النجوم هو نايف أكرد، مدافع نادي وستهام الإنجليزي، والذي يعيش حالة من المعاناة خلال الفترة الماضية، وأصبح خارج حسابات مدربه رغم أنه كان أحد العناصر الأساسية. منذ عام 2022 يلعب نايف أكرد في صفوف وستهام يونايتد بعد الانضمام للفريق الإنجليزي من صفوف رين الفرنسي في صفقة بلغت 35 مليون يورو بعد أداء كبير قدمه مع النادي الفرنسي. أكرد صاحب 27 عاماً أصبح على وشك الرحيل إلى أحد الدوريات العربية في الفترة المقبلة، ويعتبر الدوري السعودي الأقرب للنجم المغربي، والذي يبدو أن رحلته في إنجلترا أوشكت على الانتهاء. تراجع مستوى نايف أكرد وغيابه عن تشكيل فريقه يرجع إلى العديد من الأسباب، على رأسها تعرض فريقه وستهام لسلسلة من الهزائم المتتالية خلال الفترة الماضية بعد السقوط أمام مانشستر يونايتد وأرسنال ونوتنغهام فورست. ثلاث مباريات شارك فيها نايف أكرد واستقبلت فيها شباك فريقه 11 هدفاً، وهو معدل كبير للغاية يصل إلى 4 أهداف في المباراة الواحدة، ليضطر مدرب الفريق إلى إجراء بعض التعديلات في الخط الخلفي. أكرد كان ضحية التعديلات التي قام بها مدرب وستهام، وأصبح حبيس مقاعد البدلاء، وعاد للظهور الأساسي في مباراة واحدة أمام بيرنلي في الفترة الماضية في البريمير ليج. السقوط الكبير في كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المغربي كان له أثره على نايف أكرد، والذي عاش حالة نفسية سيئة بعد الوداع المبكر للبطولة التي كان المغاربة أبرز المرشحين للتتويج بها. عقدة مغربية مستمرة منذ عام 76 في دوري أبطال إفريقيا كانت كلمة السر في عيش النجوم المغاربة حالة نفسية سيئة للغاية، وهو ما انعكس على مستوياتهم في الملاعب مع أنديتهم. التراجع الذهني لم يكن السبب الوحيد في سقوط أكرد، إذ أنه عانى على المستوى البدني كذلك بسبب عدد من الإصابات التي تعرض لها والحالات المرضية التي أصيب بها خلال الموسم الحالي. كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وخوض المباريات في ظروف مناخية صعبة للغاية كان لها أثرها على الوضع الصحي للنجم المغربي، الذي عانى حالات مرضية متعددة منذ ذلك الوقت. 20 مباراة خاضها نايف أكرد مع وستهام يونايتد في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدف خلال هذه المباريات، لكنه مؤخراً أصبح الحل الثالث في قائمة مدافعي الفريق.